في نفس السياق دعونا نتابع الآن معاناة أسرة مصرية قتل أحد أبنائها وحكم على آخر بالمؤبد وتعرض الأب والأم للاختفاء القسري فلنتابع. إذن كانت هذه حال أسرة مصرية، الابن قتل على يد الأمن والابن الآخر تم الحكم عليه بالمؤبد، وأخيرا وليس آخرا تعرض الأم والأب للاختفاء القسري. دعونا نستمع أكثر لهذه أو عن هذه الحالة. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من اسطنبول السيد حازم طارق زوج ابنة أحد المعتقلين. سيد حازم، لو لديك معلومات أكثر عن هذه الحالة، حالة هذه الأسرة المصرية، أرجو أن تطلع السادة المشاهدين عليها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يوم 24 مايو الساعة 2:30 منتصف في الليل بعد السحور مباشرة في مصر. نعم. اقتحمت قوات الأمن بيت أهل زوجتي وأخذوا طبعا بعثروا مستويات البيت وقاموا بقلب رأس على عقد وكسروا مستوياته وتم أخذ بعض المبالغ المالية الموجودة في البيت وبعض الأوراق سواء الأوراق لملكية البيت أو غيره. ثم بعدها اخذوا الاستاذ كمال مهدي وبعدها اخذوا الوالده الاستاذه منال يماني. والى الان ده من يوم 24 الى الان مر حوالي اسبوع على هذا الامر اختفاء قسري. لا نعرف اي معلومات عنهم ولا نعلم اين هم فين موجودين في اي مكان ولا محتجزين في اي اسم ولا اي حاجه. احنا بالفعل سالنا في عدة أقسام سواء الاسم التابع للمنطقة أو الاسم التابع للقطاع أو غيره. كل اللي سألنا في إن هم متواجدين. في الأغلب بالظن هم متواجدين. طبعا زي ما حضرتك عارف إن عمليات الاختفاء القسري أغلبها بيكون الناس بتقطع ساعتها في أمن الدولة. إحنا ما نعرفش أي حاجة إلا إن أسرة مصرية بسيطة مالهاش علاقة بكثير من الأمور مما يحدث من في مصر من تلفيق تهم وادعاءات باطله. يوم 19/4/2015 يعني من 3 أعوام أو 4 أعوام استشهد الطالب انس المهدي طالب في كليه علاج طبيعي جامعه القاهره بعد ان ضربوا الامن الاداري في احدى المسيرات الطلابيه هناك. وبعدها باسبوع او اكثر يتم اعتقال الصيدلي عبد الله مهدي من مكان عمله بمستشفى الخصوص. يقبع ساعتها 12 يوم للتعذيب باختفاء قسري ويظهر على قضيه كبرى رقم 174 حرب العسكريه بتهم وهي ملفقه كعاده النظام المصري في تلفيق التهم لابناء الشعب المصري. يعني من ضمن الامور الاخرى ان هو احد سكان او جار الجيران القدماء للاسره استاذه تسمى زينب رمضان عطا حوالي اختفت حوالي 53 يوم لمجرد انها جاره لترقي يعني لتبلغهم عن اماكن تواجدهم. نعم. القطه منذ اربع سنوات كامله ليس في حياتها الا امرين،
زياره الى القبر للشهيد انس المهدي وزياره الى المعتقل الى عبد الله مهدي. هذه حياتهم تدور فعلا حقيقه بين المعتقل وبين القبر، لا ثالث لهم. شكرا جزيلا. يعني نعم اشكرك شكرا جزيلا واسف لضيق الوقت. حازم طارق أحد أفراد هذه الأسرة أو تحديدا زوج ابنة المعتقل كمال مهدي المختفي قسريا، والد أنس المهدي الذي قتل في 2015، وعبد الله المهدي الذي حكم عليه بالمؤبد من خلال محكمة عسكرية. دعونا نذهب أيضا إلى حالة أخرى وقصة أخرى تبدو مأساوية في إطار الملف الحقوقي. فقد روت والدة هشام ناصر عبد المعين المعتقل بسجن جمصة تفاصيل تعرض نجلها للتعذيب والتعليق والضرب بكبل الكهرباء والحجز داخل عنابر التأديب. وقالت أم هشام إن نجلها تم ترحيله لسجن الحضرة لحضور الامتحانات، مضيفة أنه أرسل لها رسالة تفيد بتعرضه للضرب بعد تعليقه، ثم لفوه في بطاطين وانهالوا عليه بالضرب بكابلات الكهرباء والعصي وداسوا عليه بالأحذية، وقد طالب بعرضه على الطبيب الشرعي. وتنضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة سيدة أم هشام والدة صاحب هذه القصة هشام أحد المعتقلين بسجن جمصة. ست أم هشام أهلا بك معنا، وأرجو أن نستمع أكثر لتفاصيل عن ما حدث لابنك داخل معتقله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدتي، تفضلي. ابني جاي من سجن الغمصة، جاي سجن الحضرة علشان يمتحن. اتعدى عليه مخبر اسمه عبد المالك، اتعدى عليه عبد المالك ده وضربه. وجاب زملاته كلهم وتدخل زملاته المخبرين في الضرب. الاولاد الشباب اللي معايا حبوا يحوشوا او يعملوا اي حاجه، المهم خدوا منهم ثلاثه ونزلوهم التاديب. نزلوهم تحت في التاديب، ضربوهم الثلاثه، لفوهم ربطوهم خلفي ولفوهم في بطاطين ونزلوا عليهم ضرب بالعصيان وبكابلات الكهرباء وبالرجول في رجليهم لغايه ما بهدلوهم خالص. يعني العيال قديم جدا. انت شفتي ابنك يا ست هشام بعد الحادثه ديت؟ نعم. شفتي ابنك بعد الحادثه ديت ولا لا؟ زرتيه يعني؟ رحت جيت انا امبارح، رحت جيت انا يوم السبت، رحت للمأمور ما رضاش يوريهوني طبعا، وهددني بان ما فيش شكاوى تتعمل ومحدش يتكلم في حاجه. رحت جبت اذن نيابه وانا عامله شكاوى لمصلحه السجون، مقدمات مصلحه السجون، وطلبوا مننا نتنازل يعني مش هنشوفه. رحت جبت اذن نيابه عشان اشوفه امبارح، وراهوني في عنده، يعني وراوني بوسط الضباط، جابوا لي في وسط الضباط ووقف معايا خمس دقائق. ابني وشه وارم ومتبهدل وفي بقبقه زرقاء وجسمه ما شفتوش، انا ما شفتش جسمه. ابني نفسه خايف عليا انا، ما بيقوليش حاجه عن نفسه، بس هو شكله باين وشعره مخلوق خالص ومتبهدل جدا، وقال لي انا مش هتنازل يا ماما، انا مش هتنازل عن الشكوى. هو ابنك عنده كام سنه يا أم هشام؟ ابني واخدينه عنده 18 سنه. دلوقتي عنده 22 سنة ونص، بقاله 4 سنين ونص عندهم. وهو يعني أنا آسف، يعني حكم عليه في أي تهمة وفي أي قضية يعني؟ ابني واخدينه من 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 الشارع، ومفيش ما كانش في حاجة ولا عليه حاجة خالص، وخدوه حجزوه في الأحداث، وفي الأحداث جم أمناء الشرطة ضربوهم، كان واحد برضه 37 واحد او حاجه كده، وقبضوا ولبسوهم تهمه وحكموا عليهم سنتين ظلم، سنتين جوه الاحداث، سنتين قضيه كوم الدكه دي خدوا فيها سنتين. بعد كده الشهر اللي فات اتحاكم في القضيه الاصليه، خد كمان 5 سنين، بقى محكوم عليه ب7 سنين سجن و7 سنين مراقبه. نعم كان الله في العون ست هشام. أشكرك شكرا جزيلا أم هشام والدة أحد المعتقلين في سجن جمصة. أستاذ علاء ما رأيك فيما عرضناه من حالة، تحديدا الحالتين الماضيتين، حالة خاصة بالأسرة المنكوبة وحالة هشام التي حكت لنا والدته عنها الآن؟ بالتأكيد حالة من اللا إنسانية، أو الحالة الكبرى اللا إنسانية، أو الحالة الكبرى اللي هي بدولة القانون. هشام ده طفل، يعني هو مقبوض عليه طفل وفي القضايا اللي كان بيتحاكم عليها. والعيله اللي هي عيله انس المهدي، الصوره اللي واضحه جدا قدام الجميع باشخاص اللي تم اللي هم ضربوا انس
ولحد دلوقتي ما تمش محاكمتهم ولا محاسبتهم. الواحد والله ما عارف يقول ايه على الكلام دوت. الواحد واقف بيسمع الكلام ومش قادر يعمل حاجه. كم الحالات والاسر اللي عندنا في نفس الحاله دي كبير جدا جدا. احنا بنعرض حاله، احنا عندنا عبد الله معتز وعبد الرحمن معتز، عبد الله مضر وفاطمه موسى واخوها عمر موسى، دكتوره بسمه وجوزها، عيله المهدي اللي ذكرناها، رنا وبسمه وعبد الرحمن، ثلاثه اخوات موجودين، معاذ ومصعب واحمد صالح، ثلاثه اخوات، امل عبد الفتاح وابنها اللي قتل في 23 ابريل 2016، وابنها سهيل اللي اعتقل في 23 ابريل 2016، وابنها سهيل اللي اغتيل في 2017، وابنها حنظله المعتقل، وابنها مصعب المختفي. حالات كثيره جدا جدا بالمئات داخل السجون المصريه للاسف الشديد في هذه الحاله. نعم سيد علاء، أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان كان أو كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. كذلك أشكر الأستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي كان معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام.